عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، ولازلنا بنواصل دراستنا في رسالة العبرانيين. وقبل ما نبتدي في الأصحاح السادس منها، اسمح لي أرحب بضيوفي في الاستوديو. أخ عياد ظريف أهلا بك. أهلا بك. أخ فايز فؤاد أهلا بك. أخ يوسف رياض أهلا بك. أهلا وسهلا. أخ يوسف، وصلنا لأصحاح ستة وعايزين نقسمه. أصحاح ستة هو استطراد لما بدأه الرسول في الجزء الأخير من أصحاح خمسة، بدءا من عدد 11، كلام بين قوسين، كلام اعتراضي، كلام تحذيري. بعد ما اتكلم عن ملكي صادق، ودي الموضوع الرئيسي في رسالة العبرانيين، الكلام عن المسيح كالكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، تأسف أنه وجد أن العبرانيين متباطئ المسامع. وأعتقد أن أحد أسباب، ربما أهم أسباب بطء مسامع العبرانيين، ما نقرأه في سفر أعمال الرسل أصحاح 21، كم ربوة من اليهود وهم جميعا غيرون للناموس. ياريتهم كانوا غيرين للمسيح، لكن بكل أسف كانوا غيرين للناموس، لذلك توقفوا ولم يمكنهم أن يتقدموا إلى الكمال نظرا لتمسكهم بالدين. وفي الحقيقة أنا بشوف أن الدين واحد من أكبر المعطلات للنمو في النعمة. عايز تتمتع بنعمة الله، عليك أن تتمتع. حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين طاعتوا. فجاء كلمات التحذير، بدأت من أصحاح 5 عدد 11، بتستمر بطول هذا الأصحاح. يبقى الأصحاح كله استطراد لكلمة التحذير. نقدر نقسمها ثلاث أقسام هذا الأصحاح، طالما عايزين نقسم. الثلاث آيات الأولى بتتكلم إلى جموع المعترفين بالمسيح. من عدد 4 لعدد 8 بتتكلم عن المرتدين، ومن عدد 9 لآخر الأصحاح بتتكلم عن المؤمنين الحقيقيين. فالمعترفين كانوا فريقين، المعترفين كلهم كان فيهم مجرد معترفين ما هماش مؤمنين، ودول الخوف عليهم من المصيبة اللي جاية اللي هي مصيبة الارتداد. الفريق الثاني المرتدين، والفريق الثالث هم المؤمنين. أقدر ألخص أن المعترفين الرسول بيقول لهم لنتقدم إلى الكمال، بالنسبة للمرتدين بيقول لا يمكن تجديدهم ثانية للتوبة، بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين بيقول لهم تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل مصاحبة للخلاص. يعني قبل ما أسألك السؤال التقليدي عن الأعداد الأولى، أنا استوقفني حاجة في كلامك. يعني فضل. أنت بتقول المشكلة هي الدين، طب ما يمكن واحد من المشاهدين يسأل، هي المسيحية مش دين؟ لا، المسيحية مش دين، والله لم يهتم بتأسيس ديانات. هي صحيح اليهودية كانت دين لأنها كانت امتحان للإنسان، والنتيجة بتاعت امتحان الإنسان اللي على كل البشر أن يعوها، أن الامتحان أن الإنسان بعد الامتحان ثبت فشله، وزن بالموازين فوجد ناقصا. وعليه الله يهمه تكوين علاقة حقيقية بين الله والإنسان. هذا ما تفعله المسيحية، تبني جسر بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطئ. إزاي؟ ده آدم أول ما أخطأ خطية صغيرة، إنجاز أن نسميها خطية صغيرة، هرب من محضر الله، لأن المسيح أكمل عمل الفداء بموته وقيامته، اتبنى الجسر. وده مش النهاية، ده البداية. إحنا العلاقة بقت معانا مع الله مفتوحة، أقدر أمشي معاه، وده اللي بيكلمنا عنه أن نتقدم إلى الكمال. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال، غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا سنفعله إن أذن الله. طيب أخي يوسف، ده جبنا للجزء الأول أعداد الثلاثة الأولى، وعايزين نلقي عليهم بعض الضوء. بيقول لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح.
فيت كان تعبير يشبهه في الأعداد اللي فاتت في أصحاح 5 لما بيقول أنتم محتاجين أن يعلمكم أحد ما هي بداءة أقوال الله، يعني يقصد الأبجدية، أنتم محتاجين حد يعلمكم الأبجدية. كل أسف داخلين مدرسة وأنتم محتاجين تخشوا الكي جي، أنتم محتاجين تتعلموا الأبجدية ألف ب. هنا بيتكلم بقى تاركون كلام بداءة المسيح، ليس لأن الكلام بداءة المسيح كان كلاما خاطئا، لكن زي بالضبط الطفل ما بيسيب الكي جي ويخش ابتدائي وبعدين يسيب الابتدائي ويخش الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة، مش هيقف، مش لأن اللي تعلمه غلط، لكن لأنه ما يصحش أنك تقف عند وزنة وحصدة وزرعة، مفروض تتقدم. فهم وقفوا. وأقدر أقول أن كلام بداءة المسيح هو كل الكلام اللي عن المسيح في العهد القديم بما فيها الكلام بتاع يوحنا المعمدان عن المسيح باعتباره المسيا، إلى أن وصل المسيح إلى القبر والموت والقيامة وقام، وابتدى بقى المسيحية في حقيقتها التي بنيت على مش المسيا لكن بنيت على المسيح المقام من الأموات. بولس قال نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فإننا الآن لا نعرفه بعد. ده كلام بدأت أقوال المسيح، المسيح حسب الجسد، المسيح الذي وصل لغاية الصليب، لكن ما بعد القبر في الناحية الأخرى هي دي المسيحية. تبدأ المسيحية بعد أن تنتهي من كلام بدأت المسيح. لنتقدم إلى الكمال غير واضعين أيضا، يعني مرة ثانية خلاص احنا فهمنا ده وعايزين نتقدم إلى الكمال. ويذكر 6 أشياء أجدها في 3 ثنائيات. أول ثنائية بتتكلم عن بداية علاقة الإنسان بالله، ثاني ثنائية بتتكلم عن علاقة الإنسان بقية عمره بالله، ثالث ثنائية بتتكلم عن الأخرويات أمور الآخرة. أول ثنائية التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله. الأعمال الميتة هي الأعمال التي تنتج عن الإنسان الميت، والأعمال التي نهاية تلك الأمور هي الموت. ودي اليهودية كانت بتتكلم عن التوبة من الأعمال الميتة وبتتكلم كمان عن الإيمان بالله. واحد قال إن التوبة شيء سلبي والإيمان شيء إيجابي، والمطلوب توبة وإيمان، زي ما المسيح قال في مرقس 1:15 توبوا وآمنوا بالإنجيل، أو في أعمال 20 شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. يبقى إذن المسيحية تعلم شيئا أرقى وأسمى من التوبة عن الأعمال من الأعمال الميتة والإيمان بالله. نحن نؤمن بالله عن طريق الرب يسوع المسيح، أو كما قال في يوحنا 14 أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. الثنائية الثانية لما يقول كده تعليم المعموديات ووضع الأيادي، المعموديات اللي هي الغسلات، اليهودية كانت تحفل قوي قوي بالغسلات، نظف اللي من بره، وفي الحقيقة نظفت اللي من بره بس اللي جوه كان خربان. والنهاردة في ناس كتير يهمهم بس نظفت اللي من بره، لكن ربنا يهمه في المقام الأول نظافة الداخل. احنا مش بنتكلم عن غسلات، لكن بنتكلم عن تغيير شامل حدث عندما اقتربنا إلى الرب يسوع المسيح ونلنا فيه القبول الكامل. كان وضع الأيادي بيتحط على الذبائح أو على الأشخاص، ده تعليم يمس اليهودية. وآخر ثنائية بتتكلم عن قيامة الأموات والدينونة الأبدية، ده برضو تعليم يهودي، فاليهود بيؤمنوا بقيامة الأموات وهذا حسن، بس احنا النهاردة عندنا نور أعظم، مش قيامة الأموات لكن القيامة من الأموات، أو القيامة المميزة أو قيامة أولى. يا بخت اللي حيقوم القيامة الأولى، مبارك ومقدس، ويا ويل بقية الأموات التي لم تعش حتى تتم الألف السنة. والدينونة الأبدية في دينونة أبدية، بس احنا عندنا كلام المسيح اللي قال ان اللي آمن بي لا يأتي إلى دينونة، فاحنا عندنا نور أوضح. فلنترك الكلام الابتدائي لنتقدم إلى الكمال، وهذا سنفعله إن أذن الله، وقد فعله بدءا من أصحاح 7 بعدما
خلص الكلام المعترض اللي بين قوسين عندما حدثنا في أصحاح 7 حديثا مستفيضا عن كهنوت المسيح على رتبة ملكي صادق. هو ده التقدم إلى الكمال. تمام. التقدم إلى الأمام وإلى الكمال هو أحد الأهداف اللي عايز كاتب الرسالة هنا يوصل بيها للسامعين أو للقارئين لهذه الرسالة. مش عايز لهم يفضلوا في مكانهم، لكن عايزهم دايما بالزبط يطلعوا لقدام، وأعتقد دي أمنيتنا لجميع مشاهدين أيضا وهم بيتابعونا. يمكن إعادة ترتيب الأعداد 1 و2 و3 يساعد بعض المشاهدين لما نقول لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال، وهذا سنفعله إن أذن الله. وبعد كده وإحنا بنعمل كده غير واضعين أساس التوبة من الأعمال الميتة، 6 حاجات اللي اتكلم عنهم الأخ يوسف، يعني لألا يساء الفهم إنه كل 6 حاجات دول وهذا ما سنفعله إن أذن الله. إحنا خلاص هنترك هذا الكلام مش علشان وحش، لكن ننطلق منه إلى مستوى أعلى، ننتقل إلى حاجة أعلى. أنا بس برضو عايز أرجع لقصة ووضع الأيادي وتعليم المعموديات، اللي يمكن برضو ناس كتير بتفتكر إنه هناك شرط لكي نقترب إلى محضر الله في الصلاة أن تتم غسلات. كانت هناك غسلات للكاهن وهو داخل إلى القدس عشان يكهن، وكانت هناك غسلات تقصية. وربما برضو في ناس كتير دلوقتي بتفتكر أنه علشان أصلي لابد أن يغسل الجسد أولا لكي أنال طهرا في محضر الله، لكن الكتاب بيعلمنا أن القضية مش في الإيد ولا في الرجل ولا في الراس ولا في العينين، القضية في القلب. إن لم يغسل القلب أولا كيف أستطيع أن أوجد في محضر الله ويرضى عني الله عشان يتقال علي فعلا مرضي علي عشان يقبل الله صلاتي وعبادتي؟ مش محتاج بس نتغسل من بره بمية، لكن هذا القلب يغسل بعمل المسيح على الصليب، تتم الولادة الثانية بكلمة الله. يعني أقدر أقول إن تعليم المعموديات إزالة الوحش، وضع الأيادي الحصول على كويس، ده في اليهودية، بس إحنا شلنا الوحش في اللحظة اللي فيها جينا لربنا وأخذنا كويس لما الله رضي علينا تماما في المحبوب، هذا هو الكمال. التوبة كلمتان يونانيتان تستخدمان للتعبير عن التوبة تعطياننا معا مفهوم التوبة في العهد الجديد. كلمة ميتانو وتعني تغيير الفكر، فالتوبة ليست مجرد حزن أو ندم فقط كما حدث مع يهوذا الإسخريوطي الذي استشعر عميق الندم والأسى على فعلته الحمقاء، ولكن ذلك لم يفده بشيء. فمع أن التوبة يصحبها ندم على حياة ضاعت في الخطية، لكنها أكثر من ذلك، إنها تغيير فكر الإنسان عن الخطية وعن أسلوب الحياة في البعد عن الله، بل وعن هدف الحياة نفسها. إنها ببساطة عملية دوران للخلف من طريق الحياة القديمة المبتعدة عن الله. والكلمة الثانية إبستريفو، وهي تعني الرجوع. فإن كانت التوبة من الجانب السلبي هي التحول عن الخطية، فمن الجانب الإيجابي هي رجوع إلى الله الحي. إنها أن تأخذ صف الله وتقيم الأمور بمنظوره، وتقبل حكمه على الأمور، وتخضع لطرقه. وإذ توجد في صف الله نجد عنده ما يكفينا من عون ومدد للتغيير الحقيقي. ونجد المعنيين مجتمعين في تقرير بولس عن ملخص رسالته في قوله أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة. والباعث الأول الذي يقود الإنسان للتوبة هو صلاح الله ولطفه، والباعث الثاني أن الله يأمر بالتوبة. والتوبة الحقيقية لا بد وأن تنتج ثماراً تتناسب معها. لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة،
إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنالوا بركة من الله. ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. أخفاز الأعداد من 4 إلى 8 ياما أسيء فهمها وياما استعملت في يعني في غير موضعها عشان تطلع كلام ملوش معنى. عايزين بنعمة ربنا تدينا فكرة عنها عشان نفهم هي بتتكلم بالظبط عن ايه وهي ما بتقولش ايه. يعني بصفة خاصة 3 آيات 4 و5 و6 بيساء فهمها، والبعض بيستغلها للبرهنة على ان المؤمن الحقيقي ممكن يرتد ويهلك. لكن هي الحقيقة الآيات دي بتتكلم عن 5 حاجات مفهومش دلالة على ان ده اللي ممكن يرتد ده مؤمن حقيقي. 5 حاجات مفهومش الولادة من فوق، ولا الولادة ثانية، ولا سكن الروح القدس، ولا التمتع بالحياة الأبدية، ولا الإيمان الحقيقي بشخص الرب يسوع المسيح. هو بيتكلم عن 5 حاجات اتمتعوا بيها البعض اللي كانوا عرضة تاني انهم يرجعوا الى اليهودية، ولا يعنوا الإيمان الحقيقي. فمثلا لما يقول الذين استنيروا مرة، استنيروا مرة يعني وصلت لهم معرفة ذهنية عن شخص المسيح. انا اعتقد ان من اكتر الناس اللي عرفوا معرفه ذهنيه عن المسيح كان يهوذا الاسخريوطي. شاف المعجزات وشاف الايات اللي بيعملها المسيح، وصلت له معرفه ذهنيه لكنه لم يكن مولود من الله. استنير مره، ناس كتيره بتقرا. يعني انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، انا سنين طويله اقرا الكتاب وادرس يعني حقائق الكتاب المقدس، وعندي معلومات كويسه قوي، وسنين طويلة ذهني مستنير لبعض الحاجات، لكن أنا مش مولود من الله، وكنت ما ليش علاقة شخصية بالرب. استنرت لكني لم أولد ولادة ثانية. وأي واحد في الوضع ده ممكن سهل قوي إنه هو يرتد عن الإيمان المسيحي، لأنه ببساطة شديدة ما تولدش من الله. والذين ذاقوا الموهبة السماوية، ذاق لكنه لم يأكل. أتذكر إن المسيح على الصليب جابوله خلا ممزوج بمرار، فلما ذاق لم يرد أن يشرب. هو داق لكن ما شربش. فكون واحد داق حاجة ده غير إنها دخلت جواه وتغلغلت في كيانه وكيفت حياته وشكلت حياته الداخلية. وصاروا شركاء الروح القدس. كلمة شركاء هنا برضو البعض بيصفها إن أنا ممكن أتشارك في حاجة لكني لا أملكها. هنا كلمة في اليوناني تعني أنا أتشارك في الاستفادة بشيء لكني لا أمتلكه. زي بالضبط واحد معاه إزازة برفان بتاعتي أنا ممكن أفتحها وأحط لنفسي. حضرتك لو أنت قاعد جنبي هتشم. اشتركت بصورة أو أخرى بالتمتع بإزازة البرفان دي، بس أنت مش بتاعتك ولم تمتلك، مش من حقك تعمل بيها حاجة. فالعبارات المستخدمة هنا تعني أن البعض استفاد ببعض الأمور المرتبطة بالمسيحية لكنهم ما لم يولدوا من الله، وبعد شوية كانوا عرضة أنهم يرجعوا إلى اليهودية، وده هو ده الارتداد. يعني عايز أقول برضو الارتداد، الشخص المرتد مش مؤمن. يعني المؤمن ومش شخص مؤمن مقطوع شركته مع الله. أي مؤمن ممكن عرضة لحاجة زي كده، بس مجرد المؤمن حتى لو مقطوع شركته مع الرب، مجرد ما يعترف بخطيته ويجي في محضر الرب خلاص ترد الشركة والرب يغفر خطية وترد الشركة. والمرتد مش خاطي، لأن الخاطي كيفما كان غيه وفساده وشره الروح القدس بيجاهد معاه، وفي أي وقت ممكن يؤمن بالمسيح. لكن المرتد واحد اعترف بالمسيح واستفاد ببعض الأمور الامتيازات المتعلقة بالمسيحية، وبعد شوية قال لا المسيح لا مش نفعني، ما يكفيش، لا أنا اليهودية العتيق أطيب زي ما بيقول في لوقا 5، ورجع تاني اليهودية. لا ده هو ده المرتد، ودي خطية رهيبة جدا. لكن في عدد 7 و8 هو بيقتبس تشبيه من الزراعة، إن بيشبه المؤمن وبيشبه المرتد. المؤمن استفاد بالامتيازات المسيحية زي المطر اللي نزل عليها كتير،
والنتيجة أن تجد عشبا صالحا تجاوب مع الإعلانات المسيحية، ده المؤمن الحقيقي. لكن المرتد بالرغم من الامتيازات اللي تمتع بيها في المسيحية مرارا وتكرارا، لكن للأسف هو أنتج شوكا وحسكا. الشوك والحسك دي نتائج الخطية زي ما قال الرب في سفر التكوين، وهو ده المرتد اللي بيحذر منه الرسول بولس. عندي تعليق على العدد 5، ذاقوا كلمة الله الصالح. يعني مثلا لما نقرأ إنجيل يوحنا أصحاح 7 عن الخدام اللي راحوا يلقوا القبض على المسيح، رجعوا ما ألقوش القبض عليه، لماذا؟ لأنهم أمنوا به؟ لا، لأنهم أعجبوا بكلامه فقالوا لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. ليس بالضرورة أنهم آمنوا، ربما بعضهم آمن، لكن مش معنى أنه أعجب بالكلام أنه آمن. دي أوضح في حزقيال 33 لما بيقول أن الشعب هيجولك ويسمعوك وستكون لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. أعجبوا بالرسالة زي هيرودس لما أعجب بكلام يوحنا المعمدان لكن ما عملش بكلام يوحنا المعمدان. برضو المسيح قال عن المزروع على الأرض المحجرة، اللي يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ده أعجب بيها، ده انبسط بيها، بس مش مستعد إنه يدفع أي تكلفة. عند التجربة على طول حيقول للأدبار أنا معرفش المسيح، لكن المؤمن الحقيقي سيثمر بصبر، ربما لا يتجاوب بنفس السرعة بتاع الأرض المحجرة، لكن حيكون في عمل أصيل وحقيقي وعميق. لكن التاني ذاق الكلمة وأعجب بها لكن لم تتغلغل إلى قلبه ولم يولد ثانية بهذه الكلمة. بيفكرني الكلام برضو باللي أكلوا من الخبز والسمك وراحوا تاني يوم ورا المسيح فقال لهم أنتوا جايين مش لأنكم أمنتم بيا، لكن أنتوا جايين عشان الخبز والسمك. صحيح. والنتيجة أن هم ارتدوا من وراه ورجعوا. صحيح. خلينا نقول على الجانب الآخر، هناك عشرات الضمانات تؤكد أن المؤمن المولود من الله ولادة حقيقية مش هيضيع. يعني المسيح الذي مات مرة وقام لن يعود يموت مرة أخرى، والذين يؤمنون بالمسيح واشتركوا معه في موته وصارت لهم حياة أبدية له مش هيرجعوا تاني يسود عليهم الموت. فكما أن المسيح مات وقام وهو الآن رأس جنس جديد، كذلك الذين للمسيح اللي بقوا جسد المسيح أعضاء في جسد المسيح لن يعتريهم الموت والهلاك مرة أخرى. يعني علشان الوقت أقول بس ضمانة واحدة من ضمن الضمانات اللي قالها الرب في يوحنا 10 لما بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، بيقول وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. إحنا محفوظين بعمل المسيح وظهور المسيح لأجلنا في المجد الآن، وإحنا مضمونين في إيد الرب يسوع المسيح، لن يأتينا الموت ولا الهلاك مرة أخرى. أمال بقى مين اللي بيضيع؟ مش بنسمع كل يوم إن في ناس بتترك المسيح؟ مش بنسمع أوقات كتير جدا وعلى الفضائيات الناس بتتباهى بالكلام ده إن فلان كان رجل دين وفلان ترك المسيح وفلان اهتدى وترك المسيحية وذهب إلى مكان آخر؟ لا، مو ده الكلام الوارد هنا برضه، دول معترفين، معترفين وليسوا مولودين ولادة حقيقية. لما الكتاب الرسول بولس بيصف الأيام الأخيرة والارتداد ما بيقولش يرتد قوم من الإيمان، لكن يرتد قوم عن الإيمان. هناك معترفين، هناك عايز أقول ناس في داخل الأغلبية أو في وسط مجموعة ليهم ممارسات وليهم طقوس وليهم عادات، وممكن يكونوا بيرنموا وممكن يكونوا لديهم كتب مقدسة، لكن اعتراف ظاهري ليست ولادة من الله ولادة حقيقية. المولود من الله ده مش هيضيع، المعترف ظاهريا هو اللي هيضيع. اللي بيعلمهم بإمكانية هلاك المؤمن، ودول طبعا احنا بنحبهم ومنهم ناس أتقية لكن مضللين، الكتاب لا يعلم بذلك. وإذا استندوا على هذه الآية لن تخدمهم، لأن هم بيقولوا إن الإنسان ممكن يهلك بعد ما آمن وبعدين يتوب ويآمن تاني، معرفش بقى ولادة تالتة ولا حنسميها إيه. المهم هذه الآية لا تقول ذلك، بتقول أن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم ثانية للتوبة. إذن هذا فريق آخر ترك المسيح نهائيا بعد أن استنار ذهنيا بلغة الرسول يوحنا، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا.
وأعتقد أنه كان في ذهنه مش بس الناس اللي خرجوا في أيامه، لكن يهوذا اللي خرج في أيام المسيح، لأن الكتاب يقول لنا أنه بعد اللقمة خرج يهوذا وكان ليلا ومضى إلى ليله الأبدي. هل كان يهوذا مؤمنا حقيقيا ثم ارتد وهلك؟ الإجابة المسيح قال في يوحنا 6 اللي أشار إليه الأخ فايز: أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان. ده الكلام ده في يوحنا 6 في بداية خدمة الرب قال هذا عن يهوذا الذي كان مزمعا أن يثلب. فيهوذا مش كان مؤمن وهلك، لم يكن مؤمن، كان معترفا، كان تابعا، لكنه لم يكن مؤمنا حقيقيا، لم يولد، لم يسكن فيه روح الله، لم يغسل بدم المسيح طبعا لا، لكنه كان تابعا. والنهاردة بنشوف هذا النوع كثير جدا. كان رجل دين وساب، يهوذا الإسخريوطي كان رسول وساب، ايه المشكلة؟ الولادة هي اللي بتدي الأمان، الغسل بدم المسيح، سكن الروح القدس هو ده اللي بيدي الأمان، مش إني أرنم وأهلل وأسقف وأشوف المعجزات أو إني أعمل المعجزات. يوحنا متى 7 قال إن في ناس عملت المعجزات وهتهلك لأنها فاعلة الإثم. في 2 هربوا من محضر الرب، قايين كان تائهاً وهارباً، ويوناني النبي ساب محضر الرب وهرب، لكن الرب كان ملزم ومسؤول ان هو يرد نفس يونان لانه كان مؤمن، انما قايين خلاص مع السلامه لانه مش ملزم. في وعد من الرب، من ناحيه الرب، يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمي. وانا بحب اقول تشبيه بسيط، لو واحد مؤمن مولود من الله ابن لله صار الرب ملزم ان هو يحفظه ويوصله بالسلامه. وبقول التشبيه ان لو واحد عنده 3 اولاد او 4 اولاد مثلا، روح يوم البيت فمراته قالت له وانا راجع من الاجتماع كان معايا الاولاد 3 اولاد مثلا تاه الصغير منه، بس ما تخافش انا جبت لك واحد مكانه، يعني ابنك تاه وجبت واحد مكانه، واللي تاه يمكن كان ضعيف يمكن ما كانش شاطر، هي جابت واحد صحته احسن واشطر في المدرسه وما بيعملش مشاكل وهادي. هل في اب يقبل على نفسه انه يستبدل ابنه؟ ابنه راح يجيب واحد غيره وخلاص. إذا كنا إحنا الأباء العاديين ما نقبلش على حاجة، ما أقدرش أستبدل ابني مهما كانت مشاكله بأي حد حتى لو كان أحسن طفل في العالم، هل الرب يقدر يستبدل يسيب ابن يروح ويجيب غيره؟ ده مش بالعدد، ده إحنا هيستحضرنا بأسمائنا، الرب عايزنا بأسمائنا، فهو ملزم، الرب يسوع المسيح ملزم إنه يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي حتى لو تعوجت ورحت بعيد. اتفق يا اخ فايز معاك تماما، بس لاحسن المشاهد يسيء الفهم. الله سأل على قايين، والله لا يصر بموت قايين ولا بموت الشرير، فهو قال له فين اخوك؟ وزي ما دور على ادم دور على قايين، لكن قايين هو اللي بكل اسف رفض الله. طبعا لو كان الله ما يهموش قايين ما كانش سأل عليه، لكن الله لا يصر بموت الشرير بل بأن يرجع عن طريقه الرديء ويحيى. أخي يوسف، إشارتك ليهوذا فكرتني بتشبيه يقرب موضوع شركاء الروح القدس ده عشان ما يزعجش حد بس يعني. يعني يهوذا كان شريك للروح القدس، إزاي؟ أنا وأنت ممكن نبقى شركاء في حاجة لو عندنا هدف واحد ولو لفترة مؤقتة. صح. يعني ماشيين مشوار مع بعض، إحنا شركاء في المشوار ده، بس ده مش معناه إن نهايتنا واحدة. صحيح. مش معناه ان بيتنا واحد. فهو كان زي ما الروح القدس عايز يقول عن المسيح ان هو ده ابن الله وده المسيح، يهوذا كان بيلف ويقول ان ده المسيح ابن الله. صحيح. الفتره دي كلها الى ان انفصمت هذه الشركه بانه بان على حقيقته وراح الى مصير. انا بشبهها كمان اخ عصام بالاضافه للتشبيه ده، ان في الوقت الحاضر ممكن واحد يبقى شريك الروح القدس، الروح القدس الذي نزل من السماء يمجد المسيح، ذاك يمجدني. عندما أقف أنا مع المرنمين وأرنم تسبيحات لمجد المسيح، مش بالضرورة أكون أنا خلصت، يا ما ناس بتسبح وبأعلى صوتها وبعدين حنلاقيهم ما راحوش السماء لأنهم بيرتل. طب هل هذا جعله شريكا للروح القدس من زاوية؟ لأنه مجد المسيح وسبح المسيح وأكرم المسيح اللي هو شغل الروح القدس، لكنه كان كل ده طالع مش من قلبه لكن طالع من لسانه، زي يهوذا اللي قال عن المسيح كلام حلو وبعدين أنكر المسيح وأسلم. وتبكيت الروح القدس على خطية وعلى بر وعلى دينونة برضو ممكن واحد مش مؤمن يعني
الروح القدس يتعامل معاه بالطريقة دي، لكنه مش مولود من الله. الجهاد في المسيحية. تطرف البعض في فهم النعمة التي تخلص بلا عمل من الإنسان، حتى ظنوا أن المسيحية حياة استرخاء، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أنه وإن كان بالفعل نخلص بلا عمل من جانبنا يؤهلنا للخلاص، فإننا بمجرد أن نخلص نبدأ العمل بل الجهاد. وبالتأكيد روح المسيحية بعيدة كل البعد عن ما يسميه البعض الجهاد المسلح وعن فكر مسببي الحروب الصليبية، لكن الجهاد في الكتاب هو الاجتهاد وبذل كل الجهد من أجل قضية هامة وحيوية، وهو عكس الاسترخاء والرخاوة والكسل. وللمؤمن الحقيقي تحريضات على الجهاد في عدة نواحٍ نذكر بعضاً منها. 1- في الحياة التقوية، فالحياة المسيحية الحقيقية تحتاج بذل الجهد لكي تظهر فينا، لذا نقرأ تحريضات مثل: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. 2- في الصلاة، فالصلاة ليست مجرد كلمات تقال، بل هي جهاد مع الله. نقرأ عن مثالنا الأعظم ربنا يسوع المسيح، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وعن أحد الأفاضل: أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. 3- لأجل إيمان الإنجيل، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائباً أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معاً بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. 4- في الخدمة، فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. لننفض غبار الكسل إذن، ولنعلم أن من يعيش حياة الجهاد المسيحي الحقيقي له أن يتغنى في نهايتها: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً. ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أموراً أفضل ومختصة بالخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. أخ عياد يستدرك بقى يعدل لنا الصورة في باقي الكلام: ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمور الأفضل. أعداد من 9 إلى 12 بتعدل لنا الصورة أو بتوازن الصورة عشان تبقى الصورة مستقيمة من ناحيتين، دينا فكرة عنهم. عرفنا من الأخ يوسف في بداية الحلقة إنه الأصحاح ده متقسم لثلاث أقسام، من عدد 1 و2 و3 بيتكلم عن جموع المعترفين بما فيهم الفريقين، فريق المرتدين والمؤمنين الحقيقيين. والأعداد اللي فاتت من 4 ل8 بتتكلم عن الفريق اللي هو مرتدين،
الذين لهم صورة التقوى، الفريق اللي في النص اللي ممكن يكون عاين وعاصر وكان شريك في كل مظاهر المسيحية لكن ليس له ولادة حقيقية من الله. لكن في عدد 7 و8 حط لنا برضو تمييز آخر علشان يمهد لعدد 9 و10 و11، قال لنا أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا. يا ترى بقى دي أنهى أرضية فيهم، المعترفين فقط باللسان ولا المؤمنين الحقيقيين؟ المؤمنين الحقيقيين. قال للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة. وهنا الكلام عن المعترفين شفاها، ولما قال أخرجت شوكا وحسكا عايز يقول إنه ده نتيجة الخطية الأصلية اللي دخلت عندما فاضت الأرض وأخرجت شوكا وحسكا. لكن حبيب يقول لنا بقى مين الحقيقيين، مين الجماعة اللي لهم ضمانات؟ ودي بقى تطمني وهيطمن كل المولودين من الله إن مفيش حاجة اسمها هلاك المؤمن الحقيقي. بيقولوا ولكننا يعني في فاصل بين الكلام اللي جاي والكلام اللي فات. قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل عن كل الحاجات اللي انتوا شفتوها ديت من اعتراف ظاهري. انتم مختلفين عن اللي فاتوا. يا ترى بقى احنا مختلفين عن اللي فات ليه؟ قال وهذه الأمور الأفضل مختصة بالخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم. وكانوا عايز يقول أن البرهان الحقيقي أن أنتم مش معترفين اعتراف ظاهري أن الأرض التي فلحت أخرجت عشبا صالحا. ما هو هذا العشب الصالح في هذه الأعداد؟ قال عملكم وتعب محبتكم. ثمر الإيمان قد ظهر في أعمال صالحة، فهذا هو العشب الصالح وتعب المحبة. ومن ضمن العلامات التي تميز المولودين من الله المولودين الحقيقيين أن يكون ليهم عمل الإيمان وتعب المحبة. أي واحد مدعي ممكن يكون عنده كلام الإيمان، ممكن يكون شريك في خدمات ظاهرة له كلام الإيمان، لكن عمل الإيمان وتعب المحبة من ضمن البراهين الصادقة على أن الفريق ده فريق مولود من الله ولادة حقيقية. والمولود من الله ولادة حقيقية لا يمكن سقوطه وضياعه وهلاكه، لأننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل. حلوة كلمة تيقنا، مش تعشمنا لكن تيقنا. طب وإزاي حصلت على اليقين أيها الرسول المغبوط في أن هؤلاء مؤمنين حقيقيين؟ الثمر من ثمارهم تعرفونه. لم يقل لأن الله ليس بظالم حتى ينسى أنكم سمعتم أحلى العظات وأنكم أعجبتم بالوعظ. وفي إنجيل متى 7 في آخر عظة الجبل المسيح قال إن في ناس قالت أحلى كلام وهلكت، وفي ناس سمعت أحلى كلام وهلكت. اللي قالوا أحلى كلام قالوا للمسيح يا رب يا رب، واللي سمعوا أحلى كلام سمعوا كلام المسيح شخصيا. لكن الاثنين مع انهم قالوا احلى كلام وسمعوا احلى كلام لكن كانت اعمالهم زيرو. هنا الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه الذي اظهرتموها نحو اسمه اذ خدمتم القديسين وتخدمون. ويسمي الحاجات ديت انها الامور المختصه بالخلاص، او في الانجليزي accompanied salvation، يعني المصاحبه للخلاص. انا خلصت على طول ورا الخلاص في عمل وفي خدمة، وده اللي بان في المؤمنين في تسالونيكي، عندهم عمل وعندهم خدمة وعندهم تعب. وعشان كده قال عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. عرفت منين يا عم؟ طلعت على سفر الحياة؟ قال لا، اطلعت على حياتهم فبرهنوا بحياتهم صدق إيمانهم. من ضمن براهين الولادة من الله العطاء وليس الأخذ. صحيح. يعني الإنسان الطبيعي الغير مولود من الله للعلوقة بنتان هات هات، ده عايز وكل الأنهار تجري معا إلى البحر والبحر ليس بملآن. يعني واحد زي زكا ده دايما عايز ياخد وعايز ياخد ولسه ما شبعش. لكن بمجرد التقابل مع المسيح هذا الذي كان يريد أن يأخذ تعلم أن يعطي. ليه؟ لأن حياة الله التي تودع فينا بالإيمان القلبي بالمسيح زي حياة المسيح تماما، بل هي حياة المسيح تماما. ومتذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وهنا تبرهن بكده أن المولودين من الله مش بدأوا ينتظروا اللي يخدمهم، مش بدأوا ينتظروا الناس تديهم إيه، لكن هم نفسهم فاض من قلبهم العطاء
وهذا العطاء ممثل في تعب المحبة في عمل الإيمان وتعب المحبة وخدمة القديسين. من ضمن البراهين المؤيدة التي تقول إن كان هذا الإنسان مولود من الله ولا لا، هو يعطي ولا يأخذ، يسأل ولا يحب يتسأل عليه، يخدم الناس ولا يحب يتخدم. وعايز أقول حاجة في الخدمة في هذا الزمن بصفة خاصة اللي اتكتبت فيه الرسالة، يعني أنا بخاف إنه الخدمة النهاردة شوية فيها برستيج كده، فيها منظر وخادم والكلام ده كله. الوقت دوت دول ناس مرفوضين مضطهدين، حالتهم صعبة، ويمكن صعب أحيانا ممكن أخدم واحد وما يلحقش حتى يقول لي شكرا. فأعتقد أنه بيقصد أكتر أو بيركز أكتر على الخدمة التي تقصد الخدمة ليس شيء آخر، الخدمة والمخاطرة. أنت عارف خدمة القديسين في الوقت ده، القديسين كانوا مطاردين صح، وكانوا مضطهدين، يعني كأنك بتتستر على مجرم هارب، فأنت تعرض نفسك للخطر. فلما يقول خدمة القديسين يعني أنا حطيت روحي على كفي وعندي استعداد أن أنا أضحي بحياتي لأجل أن أخدم قديس مطارد هارب من السلطات. وخلينا أقول أن الخدمة مش هنا يعني إيه الخدمة اللي فيها برستيج؟ مش كل الخدمات، يعني هناك خدمات فيها برستيج لكن فيها خدمات فيها مرمطة، وأحيانا الإنسان يدور على البرستيج يبقى عايز يخدم نفسه في الحقيقة، مش عايز يخدم، عايز يتخدم. لكن الخدمة اللي فيها مرمطة زي مثلا أونسيفوروس الذي طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني لما كان في سجن روما، السجن المرة الثانية اللي مجرد انتساب شخص لبولس يعرضه للمخاطرة والمساءلة، حتى أن جميع الذين في روما ولا واحد بين وشه، لأن حروح أسأل على بولس حيقوله تعالى جنبه، يعني زي جماعة منظمة. في الوقت ده كانوا بينظروا للمسيحيين الودعاء، بينظروا له لأن نيرون الشرير حرق روما ونسبها للمسيحيين، ويا ما ناس في الحبس مظالم. فكان اللي بيسأل على بولس كان يعرض نفسه للخطر، وجدني لأنه طلبني بأوفر. أدي الخدمة، الخدمة في خدمات طبعا فيها برستيج، وأنا أعتقد أن دي مش هي المقصودة هنا، لكن الخدمة اللي فيها تعب وفيها تضحية وعطاء زي ما قال لنا الأخ عياد. أول دلائل خلاص لدية والسجان فيليبي في أعمال 16، لدية على طول فتحت بيتها وألزمت بولس واللي معاه إن هم يدخلوا، وسجان فيليبي بالرغم من خطورة الأمر لأنه هو مأمور السجن، لكن على طول عمل لهم وليمة وغسلهم من جراحاتهم وأظهر عواطف تجاه القديسين وخدمهم. فدي دلالة مهمة جدا، خدمة القديسين على الولادة من فوق. إذن الأرض صالحة وأنتجت عشبا صالحا تنال بركة من الرب، وده اللي بولس شايف بعض المؤمنين بالشكل ده، فكان سعيدا لأنه تيقن من جهتهم أمورا أفضل مصاحبة للخلاص. لكن هنا في تحريض بقى في عدد 11، أيوة. ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. وكأن ما يصاحب الولادة الحقيقية من الله ينبغي أن يكون الاجتهاد والمثابرة، مش التباطؤ مش الكسل، اجتهاد ومثابرة واستمرار على هذا النوع من العطاء، على هذا النوع من الإثمار. لما الرب قال قد أقمتكم ودعوتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمر، إن دوام الثمر يأتي من الاجتهاد المستمر، إن دوام ظهور حياة المسيح فينا يأتي من السهر الدائم على الحالة الروحية وعلى الثبات على مصادر النعمة كما هي في الكتاب. حلو التحريض دوت، لأنه تعرف في تطرف ما بين حاجتين، يعني البعض للأسف فاهم أنه الخلاص من غير ما تعمل حاجة وخلاص تمام، بس هو اللي لموه في جملة واحدة، واحد قال لك أنت ما بتعملش حاجة عشان تخلص، بس أول لما بتخلص تبتدي تلاقي روحك إيه تعمل كدليل على أن الخلاص دوت خلاص حقيقي. اجتهاد لا لنوال الخلاص، لأننا خلصنا، لكن اجتهاد لأننا خلصنا. تمام. هو واحد قال أن الإيمان أو الحياة المسيحية مش خطوة تخطى، لكن سبق طويل يبتدي بالخطوة دي لكنه يستمر لغاية ما نتقابل مع الرب يسوع المسيح في السماء. لأن واحد ميت ما ينفعش يعمل حاجة، بس أول ما خد حياة الدليل على أنه خد حياة أنه ابتدى يعمل، ابتدى يبان فيه مظاهر حياة واجتهاد وعمل. فمحتاجين التحريض دوت في ختام حلقتنا، أنه مسيحيتنا الحقيقية مسيحية اجتهاد وعمل لمجد المسيح اللي خلصنا ودعانا الدعوة الرائعة بتاعته. فأكبر إثبات للآخرين
وأنا نفسي أبقى على يقين من هذا الأمر أنه خلاصي يؤدي إلى حياة مثمرة لمجد المسيح. أشكركم أعزائي على الوقت اللي قضيناه مع بعض، واستودعك عزيزي المشاهد إلى نعمة الله، على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب، والرب معك.